وأمام الصدمة التي أحدثها فرش فودة في المجتمع وفيض أفكاره، هاجمته جبهة علماء الأزهر، وهي جهة غير رسمية، مصدرة بياناً نشرته صحيفة النور، قضى بتكفير فودة واستحلال دمه، ولم تكن الأخيرة التي ترميه بالكفر والإلحاد. قالت دي تهديدات بتجيني كل وقت والتاني، بيهددوني إنهم يقتلوني علشان أرأي. قلت له طب أنت هتعمل إيه؟ قال لي لو بصيت لهذه التهديدات مش هعمل حاجة، أنا مستمر فيها، بس أنا كل خايف عليه هو أولادي، ومش عارف يا جمال هعيش لما ربيهم ولا لأ. هو كان بيجيله عن طريق التليفون، كان بيجيله عن طريق جوابات، وهو كان يضحك، ويبدو أن من كثرة التهديدات ابتدى ما يصدقهاش، لدرجة أن هو مرة قال لي لا تصدق الفتية العابثين، أسود الكلام نعام الوغى. نعام الوغى يعني نعامة في الحرب يعني بتاع. لم تقتصر التهديدات لفرج فودة على الجماعات الإرهابية والإخوان المسلمين ومن شكلهم، ولكن الدولة أيضا لم تكن مرحبة به. هي مش فاهمة حاجة، ولا عمرها قرت كتاب، ولا قالوا لفرج، ولا تعرف. إنما المحرضين بقى هم اللي قالوا لهم ده خروج عن الملة وخروج عن الدين والآخر، ما يسامحوا. كأسرة كانت حياة مختلفة عن الأسر الأخرى، وطبعا يعني كانت كلها احتياطات أمنية وتهديدات ومخاوف عليه من القتل. قال لي مباحث أمن الدولة كانت هنا، وكانوا بيعاينوا المكان لأنهم خايفين إن تحصل حاجة. قلت له طيب يعني ربنا يستر. قال لي عايزين يعلوا السور اللي في ظهري ده، لأنهم شافوا إن ظهري مكشوف من الشارع. فقلت له طب خلاص أنا هعلوه لك أنا. وجبت طوب ورمل وأسمنت وبنا، وعلينا السور فعلا عشان ظهري يبقى متغطي من الشارع، وعملنا مدخل باب حديد من بره علشان يقدر يبقى ليه مدخل ومخرج لمكتبه، لأن فعلا كان أصبح الخطر محدق.